مرحبا، يعطيكم العافية. خلينا اليوم نشوف كيف الغاز، غاز الطهي، كيف شح كتير في قطاع غزة، وكيف الناس صارت تدبر حالها إلى حد ما، خاصة الناس اللي بتعمل كميات طعام كبيرة لمدارس الإيواء وللناس اللي نزحت. في البداية البديل اللي موجود الخشب، والخشب هذا نوع بنسميه المشاتيح اللي بتيجي عليه البضاعة أصلا مصفطة من برا. أول حاجة زي ما انتم شايفين بيحاولوا يشعلوا النار ويبلشوا شغل، فبعد ما بيطهوا الرز وبيخلصوا منه وبيسلفنوه عشان يحطوه يرتاح ويتشرب، بيجوا لمشكلة جديدة. المشكلة الجديدة انه ما في مكان وما في سولر وكهرب ينظف الدجاج، فللأسف صرنا ننظف الدجاج على الطريقة التقليدية، وهي الشباب كمان مرة بعيدوا تنظيفه عشان يتأكدوا انه هو نظيف. طبعا يا جماعة الخير بعدين بشعلوا النار زي ما انتم شايفين، تقريبا هو بيعمل تقريبا بيقدر ينتج 2000 صينية. طبعا الصواني هاي الرز والدجاج كله مفرز للناس اللي موجودة بمراكز الإيواء. هو كان بالوقت العادي بيقدر يعمل 5000 صينية، بس هلقيتها فقط بيقدر يعمل 2000. فاستمرارهم انه ينتجوا الكمية هاي الكبيرة من عدد الصواني لمدارس الإيواء بحد ذاته نجاح. حتى المي اللي انتم شايفينها بيجيبوها بسعر أغلى وبيتغلبوا فيها، لانه انتم عارفين انه الطهي بيحتاج كميات مي كبيرة خاصة للأعداد هاي. كل شغلة مش موجودة بغزة، بس اللي أنا مقتنع فيه وعارفه انه احنا شعب من ولا حاجة بيصنع وبيعمل حاجة. السلام التام للجميع.